ومباشرة من إدلب ينضم إلينا محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز من سراقب عبر الأقمار الصناعية. محمد أهلا بك معنا، كيف هي الصورة في عموم إدلب اليوم خاصة مع بدء تسيير الدوريات العسكرية التركية هناك؟ نعم نور، بالفعل بدأت أو دخلت الدورية التركية دورية المراقبة التركية إلى نقطة تل أطوغان في ريف إدلب الشرقية، ولكن دخولها لم يغير من الوضع شيء، على العكس تماما زادت وتيرة القصف على محافظة إدلب وعلى المنطقة منزوعة السلاح والمدن الرئيسية والمناطق الرئيسية في محافظة إدلب. أكثر من 150 قذيفة وصاروخ سقطت على مناطق متفرقة من ريف إدلب، شاملت ريف إدلب الجنوبي والجنوب الشرقي والشرقي وحتى ريف إدلب الغربي، أيضا طاله نصيب من قصف ميليشيا أسد الطائفية. دعينا نبدأ من مدينة سراقب التي نحن متواجدون الآن بداخلها، والتي تعتبر من أكثر المدن في ريف إدلب اكتظاظا بالسكان والمدنيين، والتي تستهدفها ميليشيا أسد الطائفية بالصواريخ والقذائف المتفجرة، بالإضافة أيضا لاستهدافها من قبل طيران ميليشيا أسد بالغارات الجوية والصواريخ الفراغية. اليوم قامت ميليشيا أسد المتمركزة في ريف إدلب الشرقي بقصف مدينة سراقب براجمات الصواريخ، الأمر الذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين بين المدنيين. وللمزيد من التفاصيل حول قصف ميليشيا أسد لمدينة سراقب اسمح لي أن نستضيف حسن الحسان. نعم. مدير قاطع إدلب الشرقي في الدفاع المدني، أهلا وسهلا فيك أخي حسن. أهلا وسهلا فيك أخي محمد. تحكي لنا إيش اللي صار حاليا اليوم في سراقب عن القصف الأماكن اللي تم استهدافها الضحايا؟ شهدت أحياء المدينة مع بداية ظهر اليوم رمايات مدفعية من المناطق الشرقية المتمركزة بها قوات النظام، قذيفتين أوليتين اقتصرت الأضرار على المادي، كانت الضربة تقتصر على الأحياء الشرقية للمدينة تقريبا، ثم تلاها قذيفتين بعد قليل مما لمنطقة مكتظة بالسكان، مما أدى إلى إصابة طفلين وإصابة رجلين أحدهما خطرة وشهيد. القصف تركز على الاحياء السكنيه في المدينه بشكل مباشر، استهدف يعني هو نقدر نقول انه هو قصف عشوائي على المدينه؟ للاسف نعم، هو قصف عشوائي، يعني ما في اي منطقه محدده، ما في اي زاويه محدده، القصف عشوائي يستهدف كافه اطراف المدينه بشكل عام. يعني نحن الفرق مستنفره على كافه المحاور وعلى كافه الزوايا، عملت على اخلاء المصابين والجرحى واسعافهم وايصال الشهيد لذويه. القصف المزدوج من قبل النظام بيقصف اول مره، بعد 5 دقائق و10 دقائق بيرجع بيقصف نفس المكان، هذا الامر بياثر على عملكم بشكل سلبي او ممكن يعرضكم للخطر موضوع القصف المزدوج؟ بشكل عام نحن دائما نتعرض للقصف المزدوج، ان كان بالرمايات الصاروخيه ان كان في الطيران الحربي، يعني قدر الامكان نحن عم ناخذ الحيطه والحذر في هذا الموضوع، ولكن هو بياثر على عملنا من ناحيه الوصول للمصابين، من ناحيه اسعافهم للمشافي، من ناحيه ايصالهم للنقاط الطبيه المتقدمه، من ناحيه ايصالهم للخارج لبيوتهم، يعني عم يعرقي الحركه بشكل عام، ان كان عنقوده ان كان رمايات صاروخيه ان كان حتى طيران حربي رشاش، بكل الاحوال يعني في عرقله واضحه ممكن يؤدي لاصابه بعض الفرق المتطوعين، ممكن يؤدي لا يعني متعرضنا لاكثر من موقف في هذه بهذا الاستهداف يعني المزدوج، تعرضنا احيانا لبتر اطراف لاحد المتطوعين لاصاباتهم بشكل عام، وفي حيطه وحذر بهذا الموضوع بشكل عام يعني ان شاء الله وتعالى. لو تحدثنا انسانيا قليلا عن عجله الحياه في مدينه سراقب او الوضع المدنيين، حركه نزوح رصدته حركه نزوح في مدينه سراقب، غابت الحياه نوعا ما عن المدينه، استهداف مرافق ايضا. بشكل عام الحذر والخوف من موضوع الاستهداف هو دائم وبشكل دائم، البارحة شهدت المنطقة شبه هدوء، ولكن التخوف والحذر والتربص من غدر الميليشيا المتواجدة في المناطق المتمركزة فيها قوات النظام بشكل واضح يعني وعلني، دائما في عنا شلل في الحركة، إن كانت حركة تجارية أو حركة إنسانية، خلينا نحكي بتخص المرافق الحيوية، إيقاف للمدارس بشكل عام عنا متواجد، يعني الخوف والحذر متواجد بسبب الاستهدافات، شلل الحركة اليوم موجود دائما، متخوف الناس منه. أيضا كان في استهداف روضة أطفال القصف الماضي؟ نعم، كان في عنا استهداف جنب روضة أطفال، ولكن بسبب إيقاف المدارس لم تحصل إصابات، اقتصرت الأضرار على الماديات. شكرا جزيلا لك حسن الحسام مدير قطاع الدفاع المدني في ريف البشرة، شكرا جزيلا. حياك الله. نعم نور، إذن كما تحدث ضيفنا القصف تركز في مدينة سراقب على الأحياء السكنية في المدينة، أدى إلى وقوع إصابات وضحايا بين المدنيين. دعينا ننتقل إلى مدينة خان شيخون التي أيضا استهدفتها ميليشيا أسد الطائفية بعشرات الصواريخ سقطت على الأحياء السكنية في
المدينة، بالإضافة أيضا لاستهداف هذه الميليشيات لمحيط بلدة سراقب ولبلدة سراقب، الأمر الذي أيضا أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، تم نقلها إلى المشافي الميدانية ودمار في منازل المدنيين والبنى التحتية، بالانتقال إلى ريف إدلب الغربي إلى بلدة عين شيب التي أيضا استهدفتها ميليشيا أسد الطائفية المتمركزة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، الأمر الذي أسفر أيضا عن وقوع إصابات بين المدنيين ودمار في المنازل والبنى التحتية. لو تحدثنا إنسانيا أيضا نور، تستمر حركة النزوح من ريف إدلب الجنوبي خاصة مدينة خان شيخون وريف إدلب الشرقي، مدينة سراقب والمناطق التي تعرض لقصف ميليشيا أسد الطائفية، تشهد حركة نزوح بين المدنيين وتوقف شبه كامل لعجلة الحياة عن هذه المناطق. يأتي ذلك تزامنا مع توقف العمليات التعليمية في مجمعات سراقب ومعرة النعمان وخان شيخون، وتوقف عشرات أو آلاف الأطفال عن تلقي العلم والعملية التعليمية. نعم محمد، شكرا لك محمد الفيصل، شكرا لك ولضيفك مراسلنا من إدلب سراقب.